لكن هنا تقريبا سبعة خطوط، 1 2 3 4 5 6، والرفيع هذا 7، ولو اعتبرنا هذا منها 8. يعني أنا استهواني من زمان وصورته، ما قد شفت. نادر في النقش القديم اللي بعد هذا إنه ختام صغيرة. قد شفت ختام صغيرة يا إبراهيم؟ ما في. بعدين هذه بلسنة قديمة، ما في بل. جحاحة بنت بريدي اللي تقريبا عمرها الآن 150 اللي نقشها هناك، مو زي هذا قبله 150 لان عمرها هي عايشه. لا النقشه 150 يقولون فاطمه ابو قحاص ماتت عمرها تقريبا 95، تقول عرفتها وهي كبيره تمسك يدها اليمين عشان تنقش لانها ترتعش. يقول لك انه انت لما تدخل اي بيت وانت حرامي. ايوه خلاص. اي انت اول ما تدخل وانت لازم توطي راسك، لازم تسوي تعطيه راسك. اي فاما انك تقدم له فروض الطاعه وال خلاص، والا انك عدو وتسلمه راسك يقطع. اي Thank you.
قلت لك روث البقر خلاص ايه؟ زائدا طين حر ايه؟ زائدا روث الغنم ايه؟ خلاص يخلط روث البقر مع طين منقى ما فيه ولا حصان ايه؟ خلاص ويلبخ درجة أولى الجدار يربدون الجدار حتى يصبح شبه مستوي بيديهم خلاص بعد كده يجيبون الصهار ويملسونه على أساس يعمل نوع من الاستواء بعد كده يجيبون القضار خلاص اللي هو النورة هذه بس احنا نسميها قضار ويشتغلوا لما يبغوا هذا يلمع الأسود مثلا ايش يحطوه صمغ صمغ من الجبال